السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد قصير في تجربة لتعيين الدراسة الترددية النباتية بطريقة المربعات، يعني زيها زي الكثافة، بس هنشوف الفرق بينهم دلوقتي برضو باستخدام الخريطة. كان ممكن نعملها بالمعمل الافتراضي، ممكن بالمعمل الافتراضي، لأن الطريقة واحدة. الفرق الوحيد إن هنا بيحصل إيه؟ ادي الخريطة اللي احنا استخدمناها قبل كده. هنا مثلا في المربع الاول اللي هو 1 7، المربع ده موجودة عندي الاي مرتين. في طريقة الكثافة بنكتب 2 في الجدول، لا هنا بقى في طريقة الترددية هنشوفه بس موجود ولا مش موجود ايا كان العدد. يعني هنا 2 اهم، يبقى صح موجود. طب البي موجود 2 اهو، 2 يبقى برضو صح. طب والسي موجود 1 صح، الدي موجود 2 صح، يعني كلهم زي بعض وهكذا. وهنشوف مع بعض الجدول هيكون بالمنظر ده، تمام؟ هنشوف اذا كان موجود صح ولا غلط، والقوانين مكتوبه عندنا هنا. ده الجدول الفاضي لو حد يعمل سكرين شوت، تمام. طيب ونيجي ونجي رايحين هنا اهو، ادي الجدول. ده الجدول اللي احنا استخدمناه قبل كده اللي هو بتاع الكثافه، كنا بنحط الاعداد 2 هنا، مفيش هنا، كذا هنا، كذا الى اخره، صح كده؟ حلو. امال ايه الفرق بقى؟ بص كده معايا يبقى هنا العدد بتاع الايه، كم واحد موجود من الايه ما يهمنيش، موجود ولا مش موجود، موجود بعمل صح، مش موجود بعمل غلط. وبعدين اجي اجمع بقى تردد مرات، عشان كده اسمها تردديه. يبقى الايه موجود هنا وهنا وهنا، يبقى موجود 3 مرات، وهكذا في باقي الايه الخانات. طيب واللي بعد كده بنقسم بقى الثلاثه دي اهي في البسط على المساحه بتاعه المربع اللي احنا كنا بنعد فيه زي المره. هنا بقى مش المساحه، لا هنا عدد المربعات. اللي فاتت في الكثافه كنا بنقسم على مساحه، يعني عدد الى منسوب الى مساحه. هنا لا، هنا التردد كم مره متردد، يعني كم مره موجود، على عدد المربعات. وبالتالي المقام ده حسب المربعات اللي انا باخدها، 10 20 5 زي ما احنا هنا 5، بس هنا كمان بقى بضرب ايه في 100. طيب دي التردديه المطلقه. يبقى بقسم الرقم بتاع التردد بتاع الايه النبات او بتاع السبيشيز ده، اقسمه على عدد المربعات وبضرب في 100، بتطلع لي التردديه المطلقه للايه، وبكرر نفس الكلام لباقي النباتات. طيب انا حسبت دلوقتي المطلقه هنا وهنا وهنا وهنا، بجمعهم تحت اهو اللي هي مجموع الترددات المطلقه للانواع كلها، بجيبها كلها. ليه؟ عشان هحتاج احطها في المقام اللي هنا. باخد ال 60 دي بتاعه الايه اللي هي التردديه المطلقه، واقسمها على مجموعهم اللي هحطه هنا، واضرب في 100، فبتطلع لي التردديه النسبيه للايه. انما دي التردديه المطلقه، بشوف عدد تكراره على عدد المربعات في 100. بعد ما بخلص كل السبيشيز الانواع بجمعهم عشان تديني مجموع الترددات المطلقه دي عشان هحتاجها في المقام اللي هنا. بقسم كل واحده 60 على المقام اللي هو بتاع المجموع بتاعهم واضرب في 100. السبيشيز الثاني بشوف الرقم كام واقسمه برضو على المجموع واضرب في 100، وهكذا. وبكده اكون عملت التردديه المطلقه لكل نوع نباتي والترددديه النسبيه برضو لكل نوع ايه نباتي. يبقى لازم الفيديو ده. طب يبقى اقدر اشتغل من المعمل الافتراضي؟ اروح المعمل الافتراضي، بس مش هعد افراد موجود ولا مش موجود، احط صح. او اشتغل من الخريطه، وادي القوانين موجوده عند حضرتك والجدول، نقدر نصوره ونعمل برنت سكرين. ان كنت وفقت فمن الله، ان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تجعل في عملنا رياء او سمعه. وإلى أن نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله بمشيئة الله، نترككم في رعاية الله وأمانه، وأسألكم الدعاء بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.